صوبيا ازاي نقدر ان احنا نعملها. هي بتطلع زي اللي موجوده بره، اضمن لك بنسبه 99% ان انت تطلعيها زي بره، وجميله جدا جدا. فكره في ايه بقى؟ سكر بودر كوبايه، كوبايه من اللبن البودر، عندي 2 معلقه كبيره من الكريم شانتيه قدام حضرتك اهوت، 2 معلقه كبيره من الكريم شانتيه الخام، عندي كوبايه من جوز الهند الناعم ويا ريت اطحنها كويس قوي، عندي معلقه كبيره من النشا، بعد كده عندي باكو من الفانيليا. حلو كده؟ ده بالنسبه للسوبيا بتاعتنا. ادي السكر البني، اسف، سكر البودر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، عندي معلقه كبيره من النشا، عندنا شويه فانيليا، حطينا اللبن البودر، وهنا جوز هند ناعم. جربي بودرة الصوبيا ديت وان شاء الله تدعينا، ان شاء الله حاجة محترمة جدا اهي. ما يميز الحلقة النهاردة الروائح الجميلة اللي الواحد عمال يشمها، بودرة الصوبيا، المربات اللي شغالة ديت بالنكهات اللي فيها، البهارات اللي احنا عاملينها والتتبيلات. هي دي بودرة الصوبيا يا خال اهي. احنا محتاجين حاجة شفافة كده يا جماعة، ما تجيبوا لنا كوباية كده شفافة او كاس مثلا، عايز اجرب كده شوية. هو خلاص الجماعة هنا يجيبوا لنا. تمام، انت عملت حاجة هنا بودرة الصوبيا؟ الله ينور. يلا يا باشا اهو، اهو انا سامع تلوث سمعي. اللغة العربية رايحة في داهية. طيب تعالوا بقى نشوف كده، نقوم واخدين اهي قدام حضراتكم بودرة الصوبيا بتاعتنا. طيب نقوم واخدينها كده ونقوم حاطينها هنا برضو ونجهز. طيب خلينا بقى نشوف عندنا، ناخد شوية كده صغيرين اهو يا حمدي. هذا البودر، تعالوا نجرب بقى حمديك. بص يا خال، هو طبعا افضل حاجه اللي هو في الخلاط، لكن انا عايز اوريك بس اللون هيبقى عامل ازاي اهو. هو طبعا بالخلاط هيبقى افضل. على فكره لما تتعتق مع بعض، لما تتعتق برضه هتبقى احلى واحلى، خلي بالك. بص الكلام اهو، ادي الصوبيا بتاعتنا الجميله اللي ان شاء الله تعمليها وتجهزيها، هتبقى حاجه محترمه جدا جدا جدا. فكره انت تضربيها في الخلاط افضل وتظبطي السكر بتاعها، هتبقى حاجه جميله.